طيب باشمهندس، المذكرة اللي انتوا عملتوها لمجلس الوزراء كان فيها 5 مطالب، يعني لو مظبوط. تقولنا عليها أو المذكرة ايه هي اللي المطالب؟ قدمتها لرئيس الوزراء كانت بتتلخص في إضافة مدة 3 أشهر لكل المطورين لإعادة تنظيم الخطوة وانسحام الهدوء عشان ما يبقاش فيه تكالب على مواد البناء بشكل كبير جدا في الوقت الحساس اللي احنا فيه، ودي نقطة مهمة جدا عشان تعمل ضبط للسوق. النقطة الثانية هو رفع رسوم الإغراق اللي موجودة على الحديد المستورد من أي مكان من بره، علشان ما يبقاش يعني يبقى فيه إتاحية سواء الحديد اللي موجود في مصر أو حديد مستورد، علشان ما يبقاش فيه عملية احتكار أو تحديد سعر من جانب واحد. النقطة الثالثة هو تفعيل المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري 8% و3% بشكل أكثر موضوعية وأكثر يسرا على الناس، لأنها أصبحت وجوبية. وإحنا كنا بنتكلم على التمويل العقاري وأهميته في الفترة السابقة، فتخيلي بقى مع زيادة ارتفاع الأسعار هيبقى قدرة التلاقي بين البائع والمشتري بتزداد ابتعادا، وبالتالي يبقى المجال الوحيد وحلقة الربط الوحيدة هي التمويل العقاري. ويمكن أضفنا عليها إن إحنا عايزين التمويل العقاري يتم بالمكافئ، بمعنى إن لو كنا بنتكلم على 2.5 مليون ب 8%، فالمكافئ بتاعها النهارده من 3 3.25، فأنا طالب تعديل هذا الرقم إلى المكافئ بتاعه اللي هو حوالي 3.25 مليون جنيه، حتى ينطبق عليه ذات الشروط اللي كانت موجودة في 2.5 مليون. طالبين كمان لقاء مع المعنيين، وزير الإسكان، بس طبعا بعد ما نعمل الإعدادات اللازمة، ووزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي بعد ما نستقرأ الصورة الكاملة عشان نحدد مزيد من التفصيلات. والمطلب الأخير كان له علاقة بضبط السوق ومراقبته، بمعنى أنه لازم يكون في آلية حكومية تستقرئ حقيقة الارتفاعات. بعد لو احنا بنتكلم على زيادة مقدارها 20% أو 30%، لازم تكون موجودة في معادلة حقيقية علشان ما نكتشفش إن السوق زاد ب 40 أو 50% لأسباب أخرى أو الوسطاء أو الإخلاف.